السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا في المجتمع اللي يحارب الفضيلة ويسب النبي ويسميه بالإرهاب ويبغي يحلل الفاحشة والنضج والحق ويريدون سجني والحكمة، للسجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب إلي، السجن أحب إلي، لأن أموت تحت السياط أهون علي من أن أترك هؤلاء الجبناء يضربون مقدساتنا وثوابتنا. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أكون من الجاهلين. فالسجن كما كتب يوسف على باب السجن ثلاث حكم: السجن قبر الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. هو قبر الأحياء، أحياء حر، وهو تجربة الأصدقاء. شكون هذا الناس الذين يقفون مع الحق؟ وهو شماتة الأعداء، حرس حمى مليح لله، رسو حمى مزلو.